بعد الاجتماع اليومي الذي يجري بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، يتلقى الأخصائيون النفسانيون أهم التوجيهات بخصوص المتابعة والمرافقة النفسية للأطفال وأسرهم جراء حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن. هذه المرحلة وش يكون تدخل تاعكم دوركم دوكا في مرحلة ما بعد الصدمة إلى الأشخاص اللي مختصين فعلا، لأنه لازم تقنيات صحيحة، لازم تدخل في الوقت أولا الوقت الآني. المساعدات النفسية ما تتطلبش على عطاء واحد، ولكن هو مد متكرر. يجب أن كل إنسان يكون موجود وروح التضامن تكون موجودة من خلال الصوت والصورة، من خلال الخط المفتوح، من خلال الهاتف اللي يبقى مفتوح عبر كل متعاملي الهاتف النقال والهاتف الثابت، اللي تخلي الإنسان في حال الطوارئ يعرف كيفاش يستنجد ويعرف يرفع صوته. 11-11 هو الرقم الأخضر المجاني الذي وضعته الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحت تصرف العائلات المتضررة. هنا بخلية الإخطارات يتلقى الأخصائيون النفسانيون مكالمات هاتفية من طرف أطفال أو أوليائهم، يتم خلالها تخفيف قدر الإمكان من آثار الصدمة النفسية عليهم بعد الحرائق الأخيرة. بحكم الاختصاص ديالنا النفسي كأخصائيين نفسيين أنا ولي كولاغي ديالي، نروحوا مع الاستماع، نروحوا مع الانشغال تاع الدراري، نروحوا مع الانشغال تاع الوالدين، كي نشوفوا وكأنه احنا رانا نتجبدوا في هذيك الخوف، رانا نقصوا في هذاك الرعب اللي راهو صاري ديجا، رانا نقصوا في هذاك التوتر اللي راهو صاري، الضغط اللي راهو صاري فيهم. ومن بعد كي نشوفوا باللي الاب ولا الام ولا الطفل بدا النفسيه ديالو بدات ترتاح، هنا نبداو نزيدوا ننتقلوا لمستوى اخر تاع كيفاش راه لازم تتعاملوا، كيفاش لازم تهضروا. خليت تلقى الاختيارات ولا تتلقى اوتون دابيل يعني من عند الاطفال كم من عند الاولياء تاعهم. دونك هنايا باش نعرفوا بلي مام الاطفال دوكا في الجزائر راهم عندهم الوعي هذاك تاع رقم الاخضر، بلي رقم هذا راهو تاعهم، بلي دونك سي بور سا كو اون انسيست سور لو فات كو مام الاطفال اللي راهم ضحايا تاع الحرائق هذوما الرقم هذا راهو موضوع ليهم. دونك لازم الطفل ما يكونش فاهم الحاله تاعو ولا عايشها، ما يكونش يرفد الهاتف ويعيط ويحوس على هذاك السند سي اون بو دير سا كوم سا اللي نقدروا بالك نوفره له. طاقم طبي مختص بصحه الطفل سيكون مرفوقا باخصائيين نفسانيين تابعين للهيئه، سيتنقلون في غضون الايام المقبله الى الولايات المتضرره من حرائق الغابات لتقديم كل المساعدات المتعلقه بالمرافقه النفسيه للاطفال وعائلاتهم.